معنا الآن عبر الهاتف كذلك سعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، للحديث عن تخريج دورة الإعداد المهني للمستجدات 13 للشرطة النسائية. سعادتك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، كيف حالك سعادتك؟ طيب الحمد لله، طول عمرك ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك، شكرا على تعاونك الدائم معنا. العفو، بالعكس، طول عمرك أنتم المشكورين، جزاكم الله خير على التواصل. بارك الله فيك. سعادتك، حدثنا عن تخريج دورة المستجدات الدفعة 13 للشرطة النسائية اللي طبعا أقيمت اليوم على مسرح الأكاديمية. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. بداية الحمد لله رب العالمين، فضل طبعا الدعم اللامحدود اللي نتلقاه من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظ الله ورعاه، وولي عهده الأمين نائب الحاكم رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية. الحمد لله تم اليوم تخريج دورة المستجدات الدفعة 13، وكان ذلك بحضور سيدي سعادة قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس. العدد الكلي كان للخريجات 85 عنصر من الشرطة النسائية، وبيكون رافد بإذن الله عز وجل القيادة العامة لشرطة الشارقة بإذن الله في جميع التخصصات. طبعا قضت المتدربات 5 أشهر في التدريب، تلقوا خلالها الأمور الأكاديمية. طبعا يكون عن بعد، كان في بداية كان عن بعد خاصة الأمور الأكاديمية في العلوم الشرطية، في القانون، في الإجراءات الجزائية، الثقافات الإسلامية، في قانون المخدرات، تجنيد المصادر، مهارات التعامل مع الجمهور، حقوق الإنسان، وقانون المرور. كل هالأمور طبعا على أساس أنه فعلا تقدم المنتسبات للجمهور بشتى أطيافة، سواء كان من جنسيات أو الأجناس أو الأعمار، تكون فعلا خدمات أمنية راقية متميزة فيها استباقية قبل لا يطلبها الجمهور بإذن الله عز وجل. وكذلك الحمد لله خلال الفترة هاي تم اكساب المنتسبات مهارات وخبرات ميدانية تدريبية مثل المشاة والأسلحة والرياضة والرماية والدفاع عن النفس والقبض والتفتيش، تلقوها طبعا في الصالة الرياضية في الأكاديمية والمرافق التابعة لها. كل ذلك كان خلال الأشهر الخمس السابقة، وعلى أيدي الحمد لله دكاترة ومختصين ومدربين في شتى المجالات الأمنية، وإن شاء الله بإذن الله نسمع عنهم خبر إيجابي طيب في إنتاجيتهم في العمل الأمني في جميع المجالات بشكل متميز لجميع أفراد المجتمع بإذن الله عز وجل. بإذن الله. كانت في فعاليات كذلك مصاحبة في حفل التخريج كذلك، شو هذه الفعاليات سعادتك؟ الحمد لله، هو طبعا الفعاليات كانت فعاليات التخريج اللي هي الفقرات الخاصة في التخريج، منها القسم ومنها الكلمات ومنها كذا، ولكن الحمد لله كذلك تشرفنا بوجود سعادة الأستاذة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة في الحفل التخريج. وكان وجودها طبعا لتكريم الفريق الفائز في هذه البطولة، وإيجاد كذلك شراكة مجتمعية ما بين الأكاديمية والقيادة والمؤسسة لمثل هذه الفعاليات والمبادرات الرياضية المجتمعية لخلق طبعا عناصر نسائية إيجابية متمكنة لتنمية المجتمع بشكل عام والوصول فعلا للتنمية الشاملة في هذا المجتمع بشكل تكاملي. وكانت فعلا هذه البطولة قبل تقريبا أسبوع، وفاز فيها الفريق المشارك من أكاديمية العلوم الشرطية في كأس هذه البطولة، وكان شرف كبير لنا وجود سعادتها في الأكاديمية في حضور الحفل، وفعلا أوجد نوع من الأجواء الإيجابية لدينا ولدى حتى الخريجات، ويشجعهم كذلك على الانتخاب. وهذه النقطة اللي كنت بقولها سعادتك، أنه اليوم يعني يحثهم هذا على المنافسة كذلك من جديد، وكذلك الاجتهاد أكثر كذلك في البطولات القادمة. صحيح، فعلا يخلق جو من التنافس الإيجابي لدى جميع المنتسبات اللي انتسبوا واللي فعلا يسمعوا عنها مثل هذه البطولات ومثل هذه الفعاليات، على فعلا نكون نوع من التكامل، نوع من الشراكة، نوع من ان احنا قاعدين نندمج في المجتمع، قاعدين نعطي في هذا المجتمع، وفعلا يكون شيء إيجابي في الأمور هذه كلها بإذن الله عز وجل. بإذن الله. أنا شاكر لك جزيل الشكر على هذا التواصل، والله يوفقكم دائما. العفو، شكر لكم، طولت عمرك، جزاكم الله ألف خير على جهودكم المبذولة، ألف شكر لكم. شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا جزيلا لسعادة العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، والحديث عن طبعا تخريج دورة الإعداد المهني للمستجدات الدفعة 13 للشرطة النسائية.